بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فها هي ذي ليلة الجمعة كلما أقبلت وتكررت معنا في الأسبوع أقبلت معها البشائر والخيرات والهبات والبركات، أقبلت معها الصلوات المشفوعة بالتسليم على خير البريات صلى الله عليه وسلم. تجد فيها الأمة رغبة ورحمة وفرحة، وهي تكثر من صلاتها وسلامها على نبيها وقائد هداها ورسول الله إليها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، فيا رب صل وسلم وبارك عليه أوفى صلاة وأتمها وأزكى سلام وأعطره يا أكرم الأكرمين. وما زالت هذه المجالس المباركة من رحاب بيت الله الحرام تأتيكم إخوة الإسلام في كل مكان في هذه الليلة الشريفة المباركة التي نتدارس فيها سفرا عظيما وكتابا جليلا من كتب أئمة الإسلام فيما يتعلق بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المتتابع في كل ليلة من ليالي الجمعة إنما نغتنم فيها شرف هذه الليلة وبركتها والصلاة والسلام فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم بمناسبة موضوع الكتاب في فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرعنا في المجلس السابق أيها الكرام في ثالث أبواب الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مواطن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واجعلوا من مجلسكم هذا ديدنا كلما ذكر اسمه أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن تشتغلوا بالصلاة والسلام عليه، فتصيبوا من بركات هذه الليلة ولعلها من أقل مغانم هذه المجالس المباركة بإذن الله تعالى. في هذا الباب الثالث أورد المصنف رحمه الله 43 موطنا وموضعا من مواطن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم في المجلسين السابقين ذكر العشرة الأولى منها، وها أنا ذا أريدها تباعا موجزة ربطا للسابق باللاحق وليكون بناء الموضوع وتتمته على ما سبق. أما أول المواطن العشرة وقد أفرد لها مجلس بخصوصه، فهو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، وفيه خلاف الفقهاء من القول بالوجوب فيما قرره مذهب الشافعي وأحمد في آخر روايتيه رحم الله الجميع، والقول بالاستحباب لدى بقية علماء الإسلام. والموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من الصلاة، والموطن الثالث آخر القنوت في الوتر، والموطن الرابع صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، وأما الموطن الخامس فكان في الخطب، خطب العيدين والجمع، فيما يلقيه الخطيب ويضمن ذلك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم فيها الخلاف في صحة الخطبة بدون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أو اشتراطها فيها. أما الموطن السادس فكان بعد إجابة المؤذن وعند إقامة الصلاة، وأما الموطن السابع فهو عند الدعاء، وتقدم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لها ثلاثة مراتب، الأولى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه وقبل الشروع في المطالب،
والمرتبة الثانية فهي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء ويختم أيضا بآخره، وأما المرتبة الثالثة فهي الصلاة عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. ثامن مواطن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه فيما يقال من الدعاء، ويضمن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تاسع المواضع كان الصلاة والسلام عليه عند الصفا والمروة في العمرة للمعتمر والحاج، والعاشر الذي ختم به المجلس المنصرم عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، فإنه يشرع ألا ينصرف القوم من مجلس قد جلسوه إلا وقد ذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. تلك المواضع العشرة التي سبقت، وها نحن في هذا المجلس نعرض عشرة أخرى بعون الله تعالى وتوفيقه تماما للعشرين من هذه المواطن في ثالث أبواب الكتاب. قال المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وهذا أيها المسلمون من أشهر المواضع التي ما زال أهل الإسلام يوصي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، أنه كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موضع للصلاة عليه، سواء سمع اسمه في الأذان أو سمع اسمه في الخطبة أو في حديث المتحدث أو عند قراءة سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، أو في مثل مجلسنا هذا الذي نتدارس فيه شيئا من شمائله أو سيرته أو كتابا كذلك في فضائل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لا خلاف بين أهل العلم أن من المواطن المشروعة للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كل ما يذكر، لكن هل هذا الشروع أو المشروعية على الوجوب أم على الاستحباب؟ قال رحمه الله: وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، وقال غيرهما: إن ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه. هذان قولان سيبين المصنف رحمه الله أدلة كل قول من القولين، لكنه قال بعد هذا: ثم اختلفوا أي القائلون بأنه مستحب لا على الوجوب، قالوا: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة. يقصد أن الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر، قالوا، وهو لا يقتضي التكرار، وأقل امتثال الأمر يحصل بالمرة، فلذلك قالوا يجب في العمر مرة واحدة، لأنه أدنى متطلبات تحقيق الامتثال لقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي، فهذا قول من سمعتم من أئمة الإسلام. وقال عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة، يعني أنه لا يجب في العمر إلا مرة. وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير. وتقدم بكم يا كرام أن هذا هو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه، وقول غيرهما أيضا كما تقدم في أول مواطن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال الطائفة أو فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب، وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه الإجماع، وهذا على أصله، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه، والمقدمتان هنا باطلتان، يعني أنه لم يقل به الأكثر، وأن الأكثر أن قول الأكثر لا يعد إجماعا، لكنه حكاه عن الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمة الله عليه وعلى سائر علماء الإسلام. إذن حتى عند القول بعدم الوجوب، فمنهم من قال بالوجوب مرة في العمر وحكي عن جمهور العلماء، ومنهم من أوجبه في الصلاة كالشافعي وأحمد في آخر روايتيهم، ومنهم من قال بل هو استحباب لا يرقى إلى الإجماع ولا إجابة في الآية كما حكاه ابن جرير رحمة الله على الجميع. ها هنا عرض المصنف أدلة القائلين بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر اسمه،
وقول الآخرين بأنه ليس بواجب، وها نحن ذا نوجز أدلة القائلين بكل من القولين. قال: واحتج الموجبون بحجج منها: أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تحفظونه كلكم أو مر بكم غالبا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، صححه الحاكم وحسنه الترمذي. يقول ابن القيم رحمه الله: ورغم أنفه دعاء عليه وذم له، وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه. إذن دل هذا على أن الصلاة عليه كلما ذكر اسمه واجبة، وإلا لم يكن هنا وجه للذم والدعاء على تاركه بقوله رغم أنف رجل. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال: آمين 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 ثلاثا، فذكر الحديث المتقدم وقال فيه: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. ولفظة فمات فدخل النار غريبة جدا في سياق هذا الحديث كما أشار إليه المحقق. قال: وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى، يعني الدعاء على تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر في حضرة الرجل. قال: تقدمت الأحاديث من رواية أبي هريرة وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك، وكل منها حجة مستقلة، ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة. الدليل الثالث ما روى النسائي عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إسناد صحيح، والأمر ظاهره الوجوب. الدليل الرابع ما روى ابن حبان في صحيحه بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهذا أيضا من أشهر ما يحفظه المسلمون في تأكيد مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر، وأن تارك ذلك موصوف بالبخل. أجارنا وأجاركم الله. وسيأتي كلام لطيف جليل لابن القيم حول معنى البخل في هذا السياق ولما وصف كذلك. قال: هذا الحديث أشبه شيء كما نقل عن ابن حبان، أشبه شيء روي عن الحسين بن علي، وكان الحسين عينا، قبض النبي صلى الله عليه وسلم ابن 7 سنين إلا أشهرا، وذلك أنه ولد لليال خلون من شعبان سنة 4 وابن 6 سنين وأشهر، 6 سنين وأشهر إذا كانت لغته عربية يحفظ الشيء بعد الشيء. هذا كلام ابن حبان. وأخرج أيضا من طريق أبي نعيم من حديث أبي ذر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بسنده من حديث الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ في سنن سعيد بن منصور: كفى به شحا أن أذكر عنده فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة أحاديث بألفاظ وروايات سمعتموها. قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة على أن الصلاة واجبة من وجهين: أولهما أن البخل اسم ذم، وتارك المستحب لو كان الفعل مستحبا لا يستحق اسم الذم. الله يقول: والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فالبخيل مذموم. وقرن البخل بالاختيار والفخر والأمر بالبخل، فذم على المجموع، ودل على أن البخل صفة ذم ولو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره مستحبة، لما كان يوصف بالبخل والموضع موضع ذم. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما أخرج البخاري ومسلم: وأي داء أدوأ من البخل، يعني وأي مرض أشد وأسوأ من مرض البخل. أجارنا الله وإياكم. الوجه الثاني من الحديث الذي نستدل به على أن الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم واجبة،
قال أن البخيل هو من يمنع ما وجب عليه، فلا يكون البخيل بخيلا إلا إذا امتنع من أداء شيء واجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله لا يسمى بخيلا، وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاءه وبذله. فدل ذلك على أنه كان يجب عليه أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعل سمي بخيلا. الدليل الخامس أن الله أمر بالصلاة والسلام عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر، والأمر المطلق للتكرار، وهذا على مذهب بعض الأصوليين. قال: ولا يمكن أن يقال التكرار هو في كل وقت، فإن الأوقات المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها، وليس وقت أولى من وقت. فتكرر المأمور به بتكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدم. إذن ها هنا ثلاث مقدمات: أولا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مأمور بها أمرا مطلقا، وهذا معلوم. ثانية أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا فيه خلاف الأصوليين، فنفاه طائفة وأثبتته أخرى، وفرقت ثالثة بين الأمر المطلق والأمر المعلق على شرط أو وقت، وهذا قول يطول ذكره وأطال فيه المصنف واستطرد رحمه الله تعالى. المقدمة الثالثة أنه كلما يتكرر المأمور به في مناسبة أو شرط أو شيء مناسب له. قال: ولا يتكرر إلا بسبب أو وقت، وأولى سبب يقتضي تكرار فعل هذا المأمور هو ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لإخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم يصلي عليه، وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه، يعني أنه قد أسبغ عليه وأفاض عليه اسم البخل، نسأل الله السلامة. قالوا: ومما يؤيد ذلك أن الله أمر عباده بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه سبحانه وملائكته يصلون عليه، ومعلوم أن هذه الصلاة من الله ومن ملائكته عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن مرة وانقطعت. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلما قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كان هذا شبيها بأن يقال: كما ذكرته وصليت عليه وصلت عليه الملائكة فصلوا عليه. قال: ومعلوم أن الصلاة من الله ومن الملائكة لم تكن مرة واحدة وانقطعت، بل هي صلاة متكررة، ولهذا ذكرها مبينا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده سبحانه، ثم أمر المؤمنين بها، فتكرارها في حقهم أحق وآكد لأجل الأمر. وهذا وجه وجيه لطيف فيما ساق ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع. قالوا: ولأن الله أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم، قال: وسلموا تسليما. وهذا التكرار أو هذا المصدر يقتضي المبالغة والزيادة في كميته، وهذا لا يكون إلا بالتكرار. قالوا: ولأن لفظ الفعل أيضا يدل على التكثير، صلى وسلم، صلوا عليه وسلموا. الفعل على وزن فعل بالتشديد يدل على تكرار الفعل، مثل قولك: كسر الخبز. والفرق بينه وبين قولك: كسر، الكسر مرة واحدة، تقول كسر فإنه لا يزال يكسر مرة بعد مرة، وتقول قطع اللحم، ولو قلت قطع اللحم لكان قطعا واحدا مرة، لكن قطع يدل على التكرار. فلما يقول صلى وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، يدل على زيادة بالتكثير. قال: وأيضا مثل علم الخير وشدد في كذا ونحوه. ولأن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الموطن، فإنه من ألطف وأوجه ما ساق ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع لبيان لماذا أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولماذا وصف تارك الصلاة عليه عند ذكره بالبخل، لماذا هو بخيل. تأملوا رعاكم الله. يقول: لأن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مقابلة إحسانه عليه الصلاة والسلام إلى الأمة، إلي وإليكم، وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم،
وما حصل لهم ببركته صلى الله عليه وسلم من سعادة الدنيا والآخرة. ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة في العمر، بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيا حقه ولا مؤديا لنعمته. فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. وما أروع هذا الكلام منه رحمه الله. قالوا: ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتسمية من لم يصلي عليه عند ذكره بخيلا، لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم وحصل له به هذا الخير الجسيم ثم يذكر عنده ولا يثني عليه ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده، ويبدي ذلك ويعيده ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه، عده الناس بخيلا لئيما كفورا. فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض، الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة ونجا من شر الدنيا والآخرة، الذي لا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه فضلا عن أن يقوم بشكره؟ أليس هذا المنعم والمحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين الملأ؟ فلا أقل من أن يصلى عليه مرة إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رغم أنفه. تدري ما معناه؟ قال: وهو أن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب، لأنه لما ذكر عنده فلم يصلي عليه استحق أن يذله الله ويلصق أنفه بالتراب. قالوا أيضا: ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا. قال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: فلا يسموه إذا خاطبوه باسمه كما يسمي بعضهم بعضا، بل ينادونه ويدعونه برسول الله ونبي الله. وهذا من تمام تعزيره وتوقيره واحترامه وتعظيمه. فهكذا أيضا ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك فرقا بين ذكره وذكر غيره. فرق يا كرام، عندما أذكر اسم عظيم من العظماء إماما أو عالما أو شيخا أو ملكا أو رئيسا أو حتى محترما عندي كوالدي وأستاذي وشيخي، عندما أحرص على إيراد تلك الأسماء المعظمة وإردافها بما يدل على التعظيم والاحترام، بالترضي عن الصحابة والترحم على العلماء والدعاء لأصحاب الفضل والإحسان كالوالدين والمعلمين، عندما أفعل هذا مع من يستحق الاحترام والتقدير فلا أناديه باسمه مجردا بل بما يدل على الاحترام، وأردف ذلك بالثناء والترحم والدعاء. بالله عليكم، كيف الشأن مع نبي الأمة عليه الصلاة والسلام؟ قال: فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك. هذا على أحد التفسيرين في الآية، وأما على التفسير الآخر فالمعنى: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض، ولكن بادروا إليه إذا دعاكم سرعة الإجابة ومعاجلة الطاعة، حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في التخلف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته. قال: وقد يقال، وهو أحسن من القولين، إن المصدر هاهنا، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول، المصدر لم يوظف إضافته إلى فاعل ولا مفعول، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بمعنى دعاءكم الرسول أو دعاء الرسول إياكم، ليس من إضافته إلى الفاعل ولا إلى المفعول، وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة، ويكون المعنى: لا تجعلوا الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضا. وعلى هذا فيعم الأمرين والتأويلين معا. وأيضا: فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فقد جفاه، إذن هذا من الجفاء.
ولاحظوا هذا معنى آخر غير معنى البخل الذي تقدم قبل قليل. البخل أن تمنع شيئا واجبا، البخل أن لا ترد الإحسان بإحسان، وأن لا تعترف بالفضل والمنة لصاحب الإحسان عليه الصلاة والسلام. لكن هنا معنى آخر هو الجفاء، والجفاء أيضا قبيح. وقال الدليل على المقدمة الأولى حديث ساقه عن معمر عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل كما ترون، قال: من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به، ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت، من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلا وشحيحا، والدعاء عليه برغم أنفه، وهذا من موجبات الجفاء. وأما الدليل على أن الجفاء مناف لكمال الحب وتقديم محبته على النفس والأهل والمال، وأنه عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من نفسه، فإن العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما ثبت من حديث عمر لما قال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، كما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن هشام. وفي الصحيح أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وجفاؤه عليه الصلاة والسلام ينافي ذلك كله. قالوا: فلما كانت محبته فرضا، وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم والتوقير والطاعة والتقديم على النفس وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه فرضا، كانت الصلاة عليه أيضا فرضا صلى الله عليه وسلم عندما يذكر من لوازم هذه الأحبية وتمامها. وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيرها الصلاة عليه وجوبا عندما يذكر عنده، فوجوبها على الذاكر نفسه أولى. ونظير هذا أن سامع السجدة في التلاوة إذا أمر بالسجود وجوبا أو استحبابا، فالقارئ التالي للسجدة أولى بالسجود. هذه جملة أدلة القائلين بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، وهي أدلة جليلة وجيهة عظيمة قوية كما سمعتم. بعدها انتقل ابن القيم رحمه الله لبيان أدلة القائلين بعدم الوجوب، وأن تكرار الصلاة عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم إنما هي على الاستحباب لا على الوجوب. قال رحمه الله: فصل. قال: نفاة الوجوب. الدليل على قولنا وجوه، يعني أن الصلاة عليه عند ذكره ليست واجبة. الوجه الأول أنه من المعلوم أن السلف الذين هم قدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه، وهذا في خطابهم للنبي عليه الصلاة والسلام كثير أكثر من أن يذكر، فإنهم كانوا يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله، مقتصرين على ذلك، وربما قال أحدهم: صلى الله عليك. وهذا في الحديث ظاهر كثير. ولو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم، يعني كان ينبغي أن يقول الصحابة: يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم. لكن هذا لم نجده في الروايات، فهذا أيضا أكثر من أن يذكر، وهو دليل للقائلين بعدم الوجوب. الدليل الثاني أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات، ولبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بيانا يقطع العلة ويحسم الخلافة وتقوم به الحجة. لكننا لا نجد دليلا واحدا صحيحا ولا ضعيفا أنه قال لأمتي: صلوا علي كلما ذكرت عندكم، ليكون ذلك دليلا على الإيجاب. الوجه الثالث أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول، ولا يعرف أحد منهم قال به، بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه ليست من فروض الصلاة، وقد تقدم بكم أنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه الأخيرة، وبعض من قال بقولهم من العلماء خلافا للكافة. الدليل الرابع أن الصلاة عليه عند ذكره لو كانت واجبة دائما صلى الله عليه وسلم لوجب على المؤذن في الأذان كلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، يقول: صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مشروع في الأذان فضلا عن القول بوجوبه. لو قال قائل:
لكن المؤذن في نفسه سيقول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء آخر. نتكلم عن إيراد ذلك جملة في الأذان لأنه قد ورد ذكره، فينبغي أن يكون هذا واجبا. الدليل الخامس أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر عليه الصلاة والسلام السامع أن يقول كما يقول المؤذن، فدل على جواز اقتصاره على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإن هذا هو مثل ما يقول المؤذن. الوجه السادس التشهد الأول في الصلاة. أين ينتهي التحيات لله والصلوات والطيبات؟ ينتهي عند قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باتفاق، ومع ذلك فقد اختلفوا هل يشرع هناك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشرع، على ثلاثة أقوال: الأول لا يشرع إلا في التشهد الأخير، والثاني يشرع على ما نسب إلى الشافعي، والثالث تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله، ولم يقل أحد بوجوبها في التشهد الأول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع أن المسلم عندما يعلن إسلامه بعد كفر فإنه يتلفظ بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإنه لا يحتاج إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم وجوبا، فدل ذلك على أنها لم تقترن بذكر اسمه. الدليل الثامن خطيب الجمع والأعياد على منابر المسلمين لا يحتاج أن يقول صلى الله عليه وسلم في التشهد إذا تشهد في الخطبة الشهادتين، ولو كانت واجبة لوجب أن يقرنها بالشهادة، ولا تقول تكفي الصلاة عليه في الخطبة، فإن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادة لا سيما إذا طال الفاصل. الدليل التاسع لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب على القارئ كلما مر بذكر اسمه أن يصلي عليه، يعني في القرآن، يعني تقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هل ستقول تقطع القراءة وتقول صلى الله عليه وسلم؟ لا تقول هذا قراءة قرآن. نحن الآن لو قلنا بالوجوب لوجب أن نفعل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هل تقطع وتقول صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة سواء قلت داخل الصلاة أو خارجها؟ لو قلت بالوجوب لوجب ذلك حتى في قراءة القرآن. يقول فإن الصلاة عليه لا تبطل الصلاة، وهي واجب قد تعين فلزم أداؤه، ومعلوم أن ذلك لو كان واجبا لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع إلى أدائه وترك إهماله. الدليل العاشر لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لوجب الثناء على الله عز وجل كلما ذكر اسمه. تدري لما؟ من باب الأولى، فكان يجب على كل من ذكر اسم الله أن يقول سبحانه وتعالى أو ربنا عز وجل أو الله جل جلاله أو تبارك وتعالى أو جلت عظمته أو تعالى جده ونحو ذلك، بل هذا أولى وأحرى، لأن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله ومحبته وطاعته كل ذلك تابع لتعظيم مرسله سبحانه وتعالى، وما يثبت من ذلك ينبغي أن يثبت هناك من باب أولى، ومحال أن تثبت المحبة والطاعة والتعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون من أرسله سبحانه وتعالى، بل إنما يثبت ذلك تبعا لمحبة الله وتعظيم الله وإجلال الله. ولهذا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ومحبته محبة لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم لله، ونصرته نصرة لله، فإنه رسوله وعبده الداعي إليه وإلى طاعته ومحبته وإجلاله. فكيف يسوغ أن نقول تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه وهي ثناء وتعظيم كما تقدم، ولا نقول يجب الثناء والتعظيم للخالق سبحانه كلما ذكر اسمه؟ هذا من الخلل الذي لا تقبله المنهجية العلمية، فذكر هاهنا دليلا للقائلين بعدم وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الحادي عشر قالوا لو جلس إنسان ليس له هجيرا، يعني شأن ولا دأب ولا عادة، إلا قوله محمد رسول الله، أو جلس يكرر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبشر كثير حوله يسمعون،
فإن قلتم يجب على كل أولئك السامعين أن يظل تكرارهم للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم طالما كرر هذا الجالس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو الصلاة عليه، لكان هذا حرجا ومشقة وتركا لقراءة قارئهم ودراسة دارسهم وكلام صاحب الحاجة منهم ومذاكرته في العلم وتعليم القرآن وغيره. وإن قلت لا تجب عليهم الصلاة في هذه الحال نقضتم مذهبكم، وإن قلتم تجب عليه مرة أو أكثر كان تحكما بلا دليل مع أنه مبطل لقولكم. هذا هو الدليل الحادي عشر. أما الدليل الثاني عشر وهو الأخير، فهي أن الشهادة له بالرسالة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض وأوجب من الصلاة عليه، يعني أن تقول أشهد أن محمد رسول الله أوجب من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها يعني بالشهادة. فإذا كانت لا تجب الشهادة كلما ذكر اسمه فكيف يجب ما هو أقل وجوبا منها وهو الصلاة عليه كلما ذكر اسمه؟ وليس من الواجبات بعد كلمة الإخلاص أفرض من الشهادة له بالرسالة، فمتى أقر له فهي أولى بوجوبها عند ذكر اسمه، تذكر العبد بالإيمان وموجبات الشهادة. فكان يجب على كل من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول الله، ووجوب ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. هذان مذهبان وقولان وجهان، ولكل منهما أدلة سديدة محل نظر واعتبار كما سمعتم. ختم ابن القيم رحمه الله هذا النقاش والاستدلال العلمي اللطيف بقوله ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة من حجج الفرقة المنازعة لها، بعضها ضعيف جدا وبعضها محتمل وبعضها قوي، ويظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. كان هذا هو الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وسأسرد المواطن البقية تباعا لقصرها ومحدودية أدلتها. الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التلبية، تلبية الحاج والمعتمر في النسك، وأورد حديث الدارقطني بسنده عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه، يعني من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. قال صالح وهو في سند الحديث عن عمارة بن خزيمة قال سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في سنن الدارقطني منكر لضعف حديث بعض رواته ونكارة لفظ هذا الحديث في روايته. قال ابن القيم وهذا أيضا من توابع الدعاء والله أعلم، يعني تقدم في المجلس السابق أن من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، وهذا منها. الموطن الثالث عشر عند استلام الحجر الأسود، وساق هنا حديث أبي ذر الهروي وهو أيضا أثر منكر، ساقه بسنده عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يستلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويستلمه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الوقوف على قبره، يعني عند زيارته عليه الصلاة والسلام، وساقها هنا حديث عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ذكره مالك في الموطأ. وقال مالك أيضا بسنده عن ابن عمر أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ودعا ثم انصرف. وساق أيضا بسند ثالث فيما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه
عن ابن عمر قال: كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ولا يمس القبر، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يقول: السلام عليك يا أبتي، يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة ونحوها. وساق من حديث ابن أبي حاتم كما أخرج سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، من حديث أبي وائل قال: ما رأيت عبد الله جلس في مأدوبة ولا جنازة ولا غير ذلك فيقوم حتى يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات، وإن كان يخرج إلى السوق فيأتي أغفلها مكانا فيجلس فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات. الموطن السادس عشر: إذا قام الرجل من نوم الليل. وساق بسند النسائي في سننه الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين، رجل لقي العدو وهو على فرس من أمثل خير أصحابه فانهزموا وثبت، فإن قتل استشهد وإن بقي فذلك الذي يضحك الله إليه، ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح القرآن، فذلك الذي يضحك الله إليه ويقول: انظروا إلى عبدي قائما لا يراه أحد غيري. وساق في مصنف عبد الرزاق أيضا حديثا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا هو الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نختم به مجلس اليوم ليكون فيه ستة مواطن تضاف إلى العشرة السابقة، ويبقى في هذا الباب بقية طيبة من مواطن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومرادنا من ذلك أمة الإسلام أن نعيها، أن نستوعبها، أن نستحضرها لأجل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والاستكثار منها ونيل خيراتها وبركاتها. ووالله لو لم يكن في فضائلها، وسيأتينا في المجالس المقبلة عرض الباب المخصص بفضائلها وثمراتها، لو لم يكن فيها إلا أن الله يصلي على أحدنا عشر صلوات بكل صلاة واحدة منا على نبينا صلى الله عليه وسلم، والله لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا وجديرا بكل عاقل يريد حظ نفسه، يريد صلاة ربه عليه. وما صلاة الله؟ الرحمة والثناء في الملكوت الأعلى. صلاة الله رحمة تحيط بالعبد، تنجلي الهموم وتنكشف الكروبات، تحقق المآرب، تنال المطالب، هذا ربك يصلي عليك. فلو لم يكن إلا ذلك لكان والله حريا أن نتلمس كل موطن تشرع لنا فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنستكثر، لنستجمع، لنغترف من هذا المعين العظيم. ولو لم يكن أيضا في ذلك للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا أن ننال من الرحمة ونغترف من البركة، وأن يكون لنا شرف بنيل واجب نؤديه وفاء وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أيضا حريا. أيها المباركون، هذه ليلة الجمعة فاعمروها رعاكم الله بطاعة الله، واعلموا أن من أجل أبواب طاعة الله في هذه الليلة أن تصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم وتستكثروا منها، فهي حسنات تتراكم وأجور تتضاعف وبركات يضاف بعضها إلى بعض، فهنيئا والله وطوبى لمن شغل هذه الليلة ويوم الجمعة غدا بكثرة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم هذا الإكثار وجعلنا في عداد المستكثرين من الصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه، من المستكثرين بامتثال أمره: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورزقنا الله وإياكم بالصلاة والسلام عليه أعلى المراتب
وسكن الفردوس وشفاعته عليه الصلاة والسلام وورود حوضه والحشر في زمرته. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وارزقنا إلهي بصحبته وشرف بركة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تحقيق المطالب ونيل المنى، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، إلهنا وسيدنا وخالقنا، اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. فرج يا رب هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم اللهم موتانا وجميع موت المسلمين. اللهم إنا نسألك بلطفك وقدرتك وعزتك وعظمتك أن تأذن لهذا الوباء بالزوال والانكشاف. اللهم ارحم البلاد والعباد، ويسر لهم يا رب عودتهم إلى حياة كريمة آمنة ملؤها العفو والعافية. اللهم رحماك نرجو وفضلك نلتمس وكرمك نطرق بابه يا كريم، حقق لنا المطالب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.